السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عايز أدخل ملف أوتوكاد أو ملف بي دي إف أو أي ملف في قلب الشغل بتاعي، فباجي في الفايل وأقول له external content وأقول له place external drawing وأبدأ أشوف الملفات. أقدر أدخل ملفات أركيكاد، أقدر أدخل ملفات بي إم كي، أقدر أدخل ملفات بلوتر، أقدر أدخل ملفات صور بي دي إف دي دبليو جي زي ما أنا عايز. فلو انا اخترت الدي دبليو جي هيبدا يقول لي بقى هات الملفات، ايه الملفات اللي انت عايزها. اوكي هقول له دي مثلا بالمتر واقول له بليس وابدا احط الملف بتاعي هنا. دي سورس درون كونتنت سبيشال ريجن اليمنت، اهو الملف بتاع اهوت. ولو انت عايز تغير السكيل بتاع اللوحه كل عليك ان انت تدخل على الايديت على الريشيب وبعد كده تقول له ريسايز وتبدا تشوف الايش اللي انت عايز تغيرها لكام. تمام، فزي ما انت عايز بقى. ممكن مثلا تخلي 10% من الحجم بتاعها، طبعا بالسكيل يعني انت تبدا تشوف السكيل بتاعها، فتبدا تصغر معاك 10% زي ما انت عايز.